للحديث أكثر عن قرار الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن إثر ذلك على القضية والمنطقة ورد فعل الفلسطينيين إزاء هذا القرار، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ القانون والمتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور سعيد الدهشان. دكتور سعيد، بداية مرحبا بك. قرار صهيوني بضم أجزاء من الضفة، على أي سند قانوني بني هذا القرار؟ طبعا لا يوجد سند، يعني هي القصة جريمة فوق جريمة، ويعني السلاح الغاشم يغري الإسرائيليين، وحالة التردي العربية والضعف أغرتهم بمزيد من التجرؤ على القانون الدولي وعلى الأرض الفلسطينية. قبل ذلك قاموا بضم القدس في عام 1981 وتوحيدها فيما يعرف في القانون الأساسي لضم القدس، وبعد ذلك قاموا بضم الجولان، واليوم يريدون أن يضموا أجزاء كبيرة تصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية. يعني بالمختصر، الفلسطينيين اليوم في فلسطيني التاريخية أو الانتدابية بشكل أصح يسكنها حوالي يعني 15 مليون، أكثر من نصفهم من الفلسطينيين. يعني الفلسطينيين سواء من أراضي الضفة الغربية أو قطاع غزة أو أراضي 48 أو معهم إقامة دائمة في القدس الشرقية تقريبا 7,300,000، بينما اليهود ومع كل حملات الهجرات التي بدأت منذ يعني أواخر العهد العثماني، ثم الهجرات الكبرى أيام الانتداب البريطاني، ثم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومليون من روسيا، هؤلاء كلهم لم يبلغوا 7,100,000. إذن الفلسطينيون اليوم أكثر، لكن الجشع الإسرائيلي لا يكتفي بأنه يحاصر الفلسطينيين في مساحة لا تزيد عن 22% فقط من مساحة فلسطين، بل هو يريد أن يقتضم هذه المساحة ليبقى الفلسطينيون على ما يقارب 11% فقط أو 12% من مساحة فلسطين الانتدابية. هذا لا أساس له ولا مسوغ قانوني، وهو يتعارض مع القانون الدولي، وهو يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرم ويجرم الاستيلاء على الأراضي بالقوة. دكتور سعيد، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عباس تحلله من التزامات اتفاق أوسلو، سارعت الأمم المتحدة ومجالسها إلى السؤال عن الوضع القانوني للسلطة التي بنيت على أساس أوسلو. لماذا لا تتحرك بالمثل لتثبيت اتفاق أوسلو الذي حدد حدود الضفة؟ اولا يعني هناك مسالتين مختلفتين. المساله الاولى مساله اتفاق اوسلو، هو اتفاقيه ثنائيه بين منظمه التحرير الفلسطينيه وبين دوله اسرائيل. هذا الاتفاق لعمليه سلام تستمر 5 سنوات، تنتهي بالحل النهائي المفترض ان يكون عام 1999، لكنه استمر بحكم الامر الواقع وتمدد لاكثر من ربع قرن. هذه مساله مختلفه عن الاعتراف الدولي بدوله فلسطين. في 29 نوفمبر 2012 تم اعتراف أممي من الجمعية العامة بتصويت أكثر من 138 دولة مع القرار للاعتراف بفلسطين وترقية مقعدها في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب. مسألتين مختلفتين. الآن الشخصية القانونية القائمة لدولة فلسطين لا علاقة لها بالشخصية القانونية للسلطة الفلسطينية الناشئة عن اتفاق بين منظمة التحرير ودولة إسرائيل. ما الإجراءات برأيك التي يجب أن تسعى السلطة لاتخاذها من أجل إبطال القرار الصهيوني بضم أجزاء من الضفة؟ اليوم في ظل قانون الغاب للأسف لا يوجد مسوغ لعدم استخدام الحق الطبيعي المشروع في المقاومة بكل أشكالها. لم يعهد في التاريخ أن محتلين وشعوب تحت الاحتلال تفاوضوا مع محتلهم ليعيد لهم أرضهم، ولم يثبت بالتاريخ ولا حادثة ولا سابقة واحدة أنه أعيدت أرض عبر المفاوضات أو عبر عملية ما يسمى بالسلام الموهوم والمزعوم، بل بالعكس كانت فرصة لكي يتمدد الاستيطان وهو جريمة حرب. من 120 ألف مستوطن في عام 1990 عندما بدأت المفاوضات، الآن نتحدث عن 750 ألف مستوطن، أكثر من 6 أضعاف أعداد المستوطنين في الضفة الغربية، والآن يريدون أن يقتضبوا الأرض. وليس هذا فقط، بل هناك جرائم أخرى مثل نقل السكان الإسرائيليين، مثل سعى
سلب الموارد مثل أخذ مصادر المياه والتلال، ومثل الآن الاستيلاء على كل الشريط الفاصل بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية. وهذا اعتداء، ليس فقط يعطونا بل يريدون الأرض، والسكان المتبقين من الفلسطينيين في هذه الأرض لا يحق لهم أن ينتسبوا إلى دولة إسرائيل بعد أن تقوم بضمها وتطبيق القانون الإسرائيلي، ولا يعطون جنسية، انظر هذا التمييز، بل يعتبرون مواطنين لديهم إقامة دائمة فقط، هؤلاء كأنهم غرباء. تصور كيف المحتل يقتضم الأرض. الخيار أمام السلطة والنصيحة أن يعودوا إلى شعبهم وإلى خيارات شعبهم، وهناك مقاومة مختلفة، مقاومة سلمية، مقاومة شعبية، بل حتى المقاومة المسلحة هي مشروعة وفقا للمواثيق والشرائع الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة. أستاذ دكتور سعيد الدهشان، الكيان الصهيوني يعتمد في تمرير القرار على الإدارة الأمريكية، ما أثر ما تعيشه أمريكا اليوم من أحداث على تنفيذ القرار؟ يعني هذه الفوضى العارمة منذ أن أتى هؤلاء الإنجليين والممثلين في إدارة ترامب، هذا العالم يضرب بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأمريكا اليوم تعطي مثال للتفلت والتسيب ونقض الاتفاقيات والعهود والضرب بالقانون الدولي بعرض الحائط. والآن القانون الدولي أمام اختبار، والعالم كله أمام اختبار حقيقي. هذا التغول الأمريكي على كل الأعراف والمواثيق الدولية يمثل خطر على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي الكيان الإسرائيلي يستفيد من هذا التغول ومن حالة الضعف العربية والتشرذم، ومن حالة الربيع العربي وما بعده مما يعرف بالثورة المضادة، وحالة للأسف التطبيع والهرولة من قبل بعض الأقزام الذين يتسمون أنهم زعماء وما هم بزعماء ولا يمثلون هذه الأمة. كل هذا أغرى الإسرائيليين، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من قبل الصهيونية الإنجليزية المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية. أخيرا، هل تعتقد دكتور أن الصراع سيكون قانونيا أم أن الوضع مهيئ لما هو أبعد من ذلك؟ الحقيقة أن القانون الدولي يعطيك إقرار ويعطيك قرار أن هذا جريمة حرب، هذا اعتداء، هذا مناقض للقانون الدولي، لكنه لا يستطيع أن يطبق هذا القرار على أرض الواقع، وبالتالي لابد أن ننشئ قوة حقيقية تستند إلى القانون الدولي لنسترد حقوقنا. بدون قوة لا يمكن للحق أن يعاد. نشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الدهشان، أستاذ القانون المتخصص في الشأن الفلسطيني، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك.